ولمناقشة الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول الصحفي اللبناني عبد الرحمن صلاح الدين. مرحبا بك سيد عبد الرحمن. ما أثر استقالة الحريري على المشهد في لبنان في ظل وصول الشعب والسياسيين من طرف آخر إلى طريق مسدود تقريبا؟ لم أسمع السؤال. ما أثر استقالة سعد الحريري على المشهد في لبنان؟ يعني المشهد في لبنان هو أصبح برأيي أكثر تعقيدا لسبب رئيسي، أن هذه الاستقالة لم تأتي ضمن اتفاق الحكومة أو بين الأطراف الفاعلة في الحكومة، وبالتالي هناك خلاف الآن على تشكيل الحكومة الجديدة داخل الأحزاب نفسها حول شكلها وآليتها وطبيعتها. هل ستكون حكومة تكنوقراط أم ستبقى على حكومة تيسير أعمال أم حكومة بتعديلات؟ وبالتالي استقالة الحكومة خلطت الأوراق وقلبت الطاولة داخل الفئة الحاكمة، تحديدا قلبت الطاولة من قبل الحريري على كل من رئيس الجمهورية وتيار وطن حر وحزب الله بشكل رئيسي. على مستوى المتظاهرين تروعت الآراء وردود الفعل، لأن بدأت تظهر ملامح خطط التغيير بين مطالب بتغيير سياسي وانتخابات وبين مطالب بتغييرات سياسية في النظام، يعني تعديلات دستورية. وبالتالي الآن اختلطت الأوراق أكثر والكرة أصبحت تحديدا في ملعب رئيس الجمهورية وحزب الله، اللذين أصبحا ربما مضطرين إلى تقديم تنازلات في تشكيل الحكومة الجديدة، لأن تشكيل حكومة جديدة يحتاج قبول الحريري وحزبه بالإضافة إلى قبول آخرين. هل سيكون الأمر بهذه السهولة سيد عبد الرحمن، أم أننا أمام فراغ ربما يكون مثل ما حصل في المرة الماضية؟ يبدو أن الخلافات الواقعة بين الأحزاب تنذر بفترة فراغ ليست قليلة، قد تكون أسابيع وقد تكون أشهر لا نعرف، لكن أنا برأيي حزب الله اتخذ قرارا نهائيا بمعارضة حكومة التكنوقراط، وهذا القرار سيأخذ الكثير من الوقت حتى إقناعه بالإقلاع عنه أو إقناع الحريري بحكومة غير تكنوقراط، وهذا أمر صعب برأيي. ربما سيترك الأمر إلى التفاهمات الأقليمية لإقناع الأحزاب اللبنانية بالصيغة المقبولة، وهذا وطالما أنه مرهون بالتفاهمات الأقليمية والدولية فهذا يعني مزيد من التعقيد ومزيد من الوقت في حالة الفراغ. نعم، هناك من يقول أو من يشير إلى أن المشكلة في جبران باسيل على سبيل المثال أو في طرف دون آخر، هل فعلا العقدة والمشكلة في طرف سياسي أو في حزب ما، أم أن الجميع يشترك في هذه الأزمة؟ لكل حزب أجندته ولكل شخصية مطامحها. جبران باسيل يطمح إلى رئاسة الجمهورية بطبيعة الحال، ويحاول بحسب ما تسرب مصادر أنه تأمين أن يكون هو رئيس الجمهورية المقبل بعد حماه الرئيس عون. كذلك حزب الله لديه خطوط حمر باتجاه هذا الموضوع، ويرفض فكرة حكومة التكنوقراط على اعتبار أن مكاسبه السياسية لا ينبغي أن تنتهي على شكل حكومة التكنوقراط. نعم، هناك من دعا إلى حكومة التكنوقراط فعلا كما أشرت، إلى أي مدى يمكن أن تقبل الأحزاب بهذا النوع من الحكومات؟ وهل فعلا لبنان قادر على أن يسير أموره بحكومة من هذا النوع؟ فكرة حكومة التكنوقراط هي الهدف منها إيجاد صدمة إيجابية ونزع يد الأحزاب عن ملفات الفساد في البلاد ريثما يتم تحقيق انتخابات نيابية مبكرة. هذا هو الغرض الرئيسي من فكرة حكومة التكنوقراط. بالنهاية لبنان يحكم سياسيا، لكن بالأزمة الحالية تبدو فكرة حكومة التكنوقراط هي مخرج مقبول من الجميع باستثناء حزب الله والتيار الوطني الحر. بهذه المناسبة ماذا يريد حزب الله والتيار الوطني الحر؟ التيار الوطني الحر يريد الاستمرار على حصته الكبيرة جدا، هو يملك 11 وزيرا في الحكومة، يعني أكثر من ثلث الحكومة. وحزب الله يريد حكومة يكون لحلفائه الحصة الكبرى فيها، يريد حكومة أن يكون حكومة سياسية لأنه يعتبر نفسه مستهدفا دوليا، وبالتالي يجدر به أن تكون الحكومة ليست تكنوقراط إنها حكومة سياسية تدافع عنه في المحافل الدولية. هل تعتقد أن الاعتداء الذي حصل اليوم لن يتكرر في ضوء هذه الاستقالة،
وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة، وأن هذه الاستقالة بالفعل أوقفت مشكلة كانت يمكن أن تحصل، مشكلة مجتمعية أو شعبية؟ برأيي أن الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات، لأن لا نعرف إن كان المتظاهرون فعلا سيفتحون الطرق غدا أم أنهم سيكون على قطعها. لا نعرف كيف سيتطور الشارع مع كل إجراء. لو دخلنا مرحلة فراغ ربما الشارع قد يعود إلى زخم كبير، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن ما حصل لن يتكرر، أن الاستقالة نزعت فتيل الأزمة. بالعكس، برأيي الاستقالة وضعتنا أمام أزمة أكبر. شكرا لك الصحفي اللبناني من اسطنبول عبد الرحمن صلاح الدين.